قيود او اقفال. طيب اسمح انا مش عايزك تذاكرها يعني ايه حتى مش في مزايا اصلا كنت بتتشرح يعني هي الدكتوره قالتها كده يعني. طب شاطر لك حاجه اتفضل. نعم اعرفي فكرتها بس مش مستاهله يعني هي حاجه هبله. طيب قيود الاقفال دي اسمها closing entry. closing entry اسمها قيود الاقفال. closing entry اسمها قيود الاقفال. موضوع بمنتهى البساطه حضرتك لو تفتكر كان في حاجه عندنا اسمها ريفينيو. ريفينيو يعني ايرادات. وفي حاجه عندنا اسمها اكسبنسز. اكسبنسز يعني مصروفات. لو احنا بنقفل لو بنعمل كلوزنج انتري للريفينيو فنيجي نقول الكود بتاعنا هفترض مثلا اي ارقام من عندي كده هفترض مثلا انترست ريفينيو احط اي بنود من عندي باي ارقام 1000 جنيه وهقول مثلا انفيزيت منت ريفينيو ماشي ايراد استثمار وليكن مثلا 2000 جنيه و افترض مثلا رنت ريفينيو 500 جنيه يبقى انا فرضت معاك كده ايه ثلاث عناصر انترست ريفينيو كلهم تلاحظ فيهم كلمه ايه ريفينيو. ريفينيو يعني ايراد وانفيزيت منت ريفينيو ايراد استثمار ورنت ريفينيو اللي هو ايراد ايجار. لو انا عايز اعمل كود الاقفال بتاعي اعمله ازاي؟ اجي اقول لحضرتك كده كل دول يجوا في الجانب الديبت. الديبت ده اللي هو المدين ده اللي هو فوق. المدين ده اللي هو فوق يعني هتيجي تكتب كده انترست ريفينيو وانفيزيت ريفينيو والرنت ريفينيو تكتبهم كلهم كده عادي كل واحد بالمبلغ بتاعه ده 1000 وده 2000 لا وده 500 بيبقى حاجه اسمها summary income يعني ملخص الدخل يعني ثلاثه مدين اساسي. الله ينور عليك. يبقى الريفينيو كلهم يتحطوا فين؟ فوق في الجانب الديبت للسمري انكم اللي هو ملخص الدخل بمجموعهم اللي هم 3000 ونص. يبقى لو جاب طلبت منك كلوزنج انتري للريفينيو حط كل الريفينيو فوق اي حاجه فيها كلمه ريفينيو حطها ايه فوق واقفل في حاجه اسمها ايه سمري انكم. سمري انكم يعني ملخص الدخل. الله ينور عليكي. يبقى المصاريف العكس يعني هنفترض مثلا ان انا عندي رن اكسبنس هفترض اي ارقام ب 1000 جنيه هفترض مثلا عندي سالاريز اكسبنس 500 جنيه مثلا 500 جنيه نكتفي بيه وجت قالت لك اعمل لي الكلوزنج انتري قيود الاقفال اي اكسبنس هيجي تحت هيجي تحت وانت بتقفل يجي تحت يعني هتيجي تكتب لي تحت كده رنت اكسبنس والسالاريز اكسبنس. طيب هنا ال 1000 وهنا ال 500 ما تنامناش بقى الله يكرمك احنا قاعدين بالعافيه. طيب فوق بقى هكتب ايه؟ هكتب السمري يبقى انت تحط مبدا. انت كده كده تلاحظ في الحاجتين طول ما انت بتعمل كود اقفال بتقول سمري خلاص دي حاجه ثابته. لو ريفينيو حط الريفينيو فوق لو اكسبنس حط الاكسبنسز ايه تحت. في مشكله؟ طيب فهمت خلاص؟ ماشي لا هي دي مش موجودة في الملزمة يعني هي حاجة مش مستاهلة شرحك كده أصلاً الست يعني قالتهم وجريت من المحاضرة يعني معرفش أصلاً قالتهم ليه يعني دايماً ناخدها تصوير ماشي ممكن تيجي بالظبط والمصروفات لا لا بس ريح دماغك الكلمة دي خلاص؟ لا ثانية
حاضر. في تصوير في تصوير خلاص انا بلخص حد معاه الامتحان ولا مش معاه طبعا يا باشا ورقه الامتحان مش معاك اطلع اجيبها اجيب لحضرتك نموذج ونحل على الصبح حدش معاه ورقه الامتحان خالص خالص اي ورقه امتحان يعني انا مش هقول لك لا اي ورقه امتحان ايوه هي ده ماشي ده دي وريني ده ماشي وهادي ده كده يا دكتور ماشي هو كده كده يا دكتور اللي معانا يجي اليوميه كل اليوميه وقائمه الدخل ومعدل المركز المالي وكل الاهداف والمصر دكتور هو الحمد لله كده يعني انا عندي نظره غير كده دكتور مش بس هنا انكم وصلوا بعض اكتب دي واكتب دي وصل براحتك عادي ايوه في اختيارات انا هو طيب تعالى كده ايه يعني اللي معانا نموذج الامتحان ده نبدا احنا النهارده ايه يعتبر كده مفيش حاجه جديده بس هنقعد ايه زي مراجعه يعني نقعد نحل اللي مش معانا زمان هكتب السؤال على البورد عشان برضو الناس ايه تستفاد السؤال برضو الصعب ال 5 جنيه برضو زي ما احنا شغالين احسن بقى يعني تيجي تقلبني وتمشي انت تسال حد اللي هو سال سؤال لحسين لو ما عرفش يدفع 10 جنيه عشان بس كل ما لا لا طيب اسمع كده هكتب السؤال عشان ايه الجميع يستفيد المعال الامتحان ماشي مش هيضر الراجل بيقول لي كده دي كومبل انا هحاول اخد ايه اسئله على كل اللي خدناه عشان يبقى النهارده مراجعه على اللي يعتبر على كل حاجه ايه لك وقايمه الدخل وكل حاجه فهاخد عينات كده بيسمع كده بقى بيقول لي دي كومبل بيرشيز بلاش كلام جنين بيرشيز سبلايز سبلايز فور 6000 جنيه اون كريديت On credit, sale, effect of this transaction. تأثير اللي تم ده. وبدأ الراجل يداك اختيارات. الاختيار الأولاني بيقول لي increase في الكاش ب6000 و increase في السبلايز ب6000 ده اول اختيار الاختيار الثاني بيقول لحضرتك decrease في الاكاونت ريسيفابل والحاجه الثانيه طبعا ب6000 وبيقول لك انكريز في السبلايز ب6000 ده الاختيار الثاني الاختيار الثالث بيقول لك انكريز في السبلايز ب6000 و انكريز في الاكاونت بيبل ايوه يا دكتور ادونا فرصه بس ايه نشرح ونسال الناس ب6000 الاختيار الاخير بيقول لي نون اوف اباف ولا شيء من مصاري لا صحيح ممكن استاذنا عايز منك الاول ترجم لي الجمله وفهمت منها ايه بيقول لك بي كومباني بيرشيز ذا سبلايز اشتريت او انت بقى ترجم اسمك فور 6000 جنيه اون كريديت ذا افكت اوف ذيس ترانزاكشن
ترجم لي كده وفهمت ايه من معنى الجمله. اشتريت حاجه دايما اي عملية محاسبية لازم تأثر في حاجتين او اكتر، ما ينفعش تبقى حاجة واحدة بس. طب اول حاجة عندك هنا تأثرت ايه هي؟ اللي هي السبلايز يعني. يبقى اول معلومة حضرتك وصلت لها ان السبلايز زادت يعني ايه؟ انكريز. وما تنسيش ان السبلايز دي اسيتس يعني اصول. يبقى اول حاجة حضرتك لازم تدوري على الاختيار اللي فيه كلمة increase supplies. طيب انا عندي هنا increase supplies وعندي هنا increase supplies وعندي هنا increase supplies، يبقى لحد الوقت الثلاث اختيارات ينفعوا. لا لحد الوقت بقيت الجملة بقى بيقولك اشتراها ايه؟ كاش؟ ام كريدت دي يعني على الايه؟ على الحساب. الناس لو تفتكر اون كريدت دي معناها حاجه من الحاجتين، طبعا اون كريدت يعني على الحساب. ممكن نسميها اكاونت بيبل. اكاونت بيبل يعني الدائنون. طب امتى اقول عليها دائنون او اكاونت بيبل؟ في حاجتين، لما يكون برشيز يعني اشترى، ولما يكون بي يعني يسدد، لما تكون بتدفع الديون اللي عليك. وممكن يبقى اسمها اكاونت ريسيفابل اللي هم المدينون. طب امتى اقول عليهم مدينون؟ لو قال لي سولد يعني باعت، او ريسيف يعني حصل. يبقى دي المواقف اللي انت بتستعمل فيها كلمتين. فهو هنا ام كريدت والراجل كان عامل كلمه ايه؟ برشيز. يبقى انا هقول عليها لفظ ايه؟ اكاونت ايه؟ بيبل. طب اكاونت بيبل هنا بتزيد ولا بتنقص؟ حضرتك اشتريت حاجه شكر على الحساب، ما دفعتيش فلوس، يبقى الديون اللي عليك عماله ايه؟ بتزيد. يبقى الاكاونت بيبل هنا برضو انكريز يعني زاد. يبقى البرشيز يزود لكن السداد ينقص، وهنا البيع يزود والتحصيل ينقص. يبقى انا الاجابه بتاعتي السليمه هتكون انكريز في السبلايز يعني السبلايز زادت، وفي نفس الوقت الديون اللي عليك اللي هي الاكاونت بيبل برضه انكريز زادت. يبقى دي الاجابه السليمه بتاعتي. طيب واحدة كمان على نفس الجزئية دي. أمسح ولا حد هيصور؟ أنت بتصور يا أستاذ إسلام صح؟ طيب. أو كوليكتيف يعني حصل برضه؟ ما هجيب عليك. أنا كده خلاص؟ طيب شوف العبارة دي بيقول لي ايه؟ العبارة دي بيقول لي assets بمبلغ 300,000 جنيه. assets ب 300,000 جنيه and liabilities. liabilities are 22,000 جنيه. اسمع يا شباب، اسمع عشان السكه. نعم خمس نصوات. لا لما اجي اصوات لا مئات الالوف.
مش القلوب احنا مش في 5 سنين. ما علينا. بيقول لي ذا اونر ايكويتي هتكون بكام؟ محدش يجاوب الا سؤال بعد اذنك. اجاوب انا دكتور؟ لا يا فندم. الراجل اداك اختيارات. الاختيار الاولاني قال لي 80,000. الاختيار الثاني قال لي 520,000. الاختيار الثالث قال لي 300,000. والاختيار الرابع قال لي 12. اديني فرصه ان انا اسال. طب اجاوب انا مش عايز فلوس. لا اديني فرصه ان انا اديني فرصه. هجاوب انا بس سؤال سهل. استاذ زيد اتفضل. اولا مطلوب من حضرتك تفهمينا كلنا كده السؤال ده عن انهي جزء بتاع ايه؟ فهو الراجل بيقول لك عندك اسيتس ب 300,000 وعندك لايبيلتيز ب 220,000. هي الاسيتس دي اللي هي الايه؟ الخصوم. هي بس اللي اتجوز. واللايبيلتيز اللي هي الايه؟ الخصوم. يبقى الراجل مديكي اسيتس ب 300,000 اصول ومديكي لايبيلتيز خصوم ب 220,000. عايز مني ايه الراجل في الاخر؟ عايز الاونر ايه؟ ايكويتي. الاونر ايكويتي دي اللي هي ايه؟ مهول ملكيه. يبقى الراجل هنا في التمرين ده عايز منك قيد يوميه ولا عايز منك قايمه دخل ولا عايز منك ايلاك ولا عايز معادله المركز المالي؟ عرفت منين ان هي معادله المركز المالي؟ لان اداني اسيت خصوم واداني لايبيلتيز خصوم وبيقول لي هات لي الاونر ايكويتي. ما هما الثلاثه دول بيتجمعوا في معادله واحده صح كده؟ صح. يبقى انا كده عشان اجاوب العباره دي، العباره دي بتتكلم على معادله المركز المالي. ليه؟ لان كلمه اسيتس وكلمه لايبيلتيز وكلمه اونرز ايكويتي الثلاثه في المعادله دي. طب معادلتي دي بتقول ان الاسيتس بتساوي لايبيلتيز زائد الاونر ايكويتي. هتخش الاسيتس بعكس المشروع؟ هنبدا نعوض. الراجل بيديني الاسيتس ب 300,000 ولا حاجه، هنبدا واللايبيلتيز ب 220,000. عايز مني الاونر. حضرتك قلت لك لما يكون، بص، علامه يساوي دي بتفصل، بعتبر دي الايد اليسرى والليلة دي كلها كده الإيد اليمنى، وعلامة يساوي دي فاصلة ما بينهم. فلما يكون معاك فلوس في إيدك الشمال وفلوس في إيدك اليمين اطرحهم من بعض. لما يكون معايا مبلغ هنا ومبلغ هنا اطرحهم من بعض، يبقى أقول له 300 ناقص 220 فيتفضل عندي 80,000. فيها مشكلة؟ طيب جميل. عبارة كمان شوف كده بيقول لي ايه. بص كده بيقول لي ايه. انا باخد عبارات كده ايه عشوائيه عشان الم الدنيا كلها. بيقول لي بي كومباني. محدش يجاوب غير الاسئله. بي كومباني بيرجيزد ب 15,000 جنيه كاش. بيقول لي زائد افكت اوف ذيس ترانزاكشن. طيب نسمع يا شباب. استاذ حسين، ايوه صحيح، نقرا الجمله ونترجم عشان نفهم الجمله دي بتتكلم على ايه. ماشي. بيقول لحضرتك شركه بي كمباني اشترت معدات ب 15,000 جنيه كاش. حلو. وتاثيرها على المعدل. تاثيرها. فالراجل بدا يديك اختيارات. الاختيار الاولاني بيقول لحضرتك ديكريز في كاش ب 15,000 و انكريز في الايكويبمنت ب 15,000. ايوه هو الاختيار الاول. اديك بس الاختيار الثاني. قال لك انكريز في الكاش
ب 15,000 وانكريز في الاكويبمنت ب 15,000. انا اكتفي حتى بالاختيارين دول. بقول لك انا عايز بس يا دكتور. حلو. انا عايز اوصل لك معلومه. في حاجه مهمه جدا وان شاء الله برضو لما نبدا نحل تبدا انت يعني ايه لازم تتنصح. اللي هي الراجل هيجيب لك تمارين كتير وهيجيب لك عبارات كتير. اعرف منين التمرين ده بتاع الدرس ده؟ حسب المطلوب. خش يا فندم. التأثير على المعادلة. اعرف منين التمرين ده بتاع الدرس ده؟ يعني لو الراجل مديك شكل الاختيارات في شكل قيود يومية مدين ودائن يبقى ده قيود يومية. لو بيسألك على انكريز وديكريز يبقى الراجل عايز يعرف مين اللي زاد ومين اللي نقص. فانت برضو ايه؟ ما تجيش تقول لي انا مش عارف افرق، انت هتفرق بناء على المطالب نفسها. فالراجل هنا بيقول لي ان الشركة اشترت equipment purchase يعني اشترت equipment. يبقى كده الاكويبمنت اللي عند الشركه حصل لها ايه؟ زادت يعني انكريز. طب حضرتك اشتريت ادفع فلوس، فالراجل دفعهم ازاي؟ كاش يعني نقدا، يعني خد الفلوس من الخزنه. يبقى كده الخزنه حصل لها ايه؟ نقصت. يبقى الاجابه بتاعت السليمه ديكريز يعني نقص في الكاش صح، وانكريز زياده في الايكويبمنت صح، زياده في المعدات. في مشكله في شكل السؤال دوت؟ في اي صعوبه؟ طيب تعالوا نروح لشكل تاني نشوف ممكن نجاوبه ازاي. مثلا حاجه كده على اشكال قيود اليوميه. محدش يجاوب غير اللي اساله. طيب الراجل بيقول لي ايه؟ بيقول لي ايه كومباني؟ شركه اسمها شركه ايه؟ برشيزد. شوف كلمه برشيزد دي. احنا خدنا اربع خمس عبارات ناشئه في كل عباره. فشوف من كتر ما تحل تقول لي مش عارف احفظ الكلمات. يعني انا افتكر على الجروب استاذ اسلام بعت مصطلحات او في حد منكم بعت مصطلحات وفي استاذه بعتت وانا هحفظ كل ده. يا فندم هو مش كتاب، هو مش كتاب. ومعلش انا وحيك مطلوب انك تذاكري، امال انت ماده انجلش هتعديها ازاي؟ فبس برضه حيك مش هتقعد تحفظه في كتاب، حل كتير هتلاقي نفسك عرفت الترجمه. طيب بيقول لي ايه كومباني بيرشيزد لاند اشترت اراضي بمبلغ 100,000 جنيه. فور بمبلغ 100,000 جنيه. بترجم هو يا دكتور. وهي اصلا العباره مترجمه نفسها. مش احنا هتودي. هنقعد نقرا بقى الاقي كلمه قد الراجل بيقول لي ايه بقى؟ بيد يعني سدد او دفع. دفع 60,000 جنيه كاش. باقي عليها بقى. اند ساين دي يعني المتبقي اللي هم 40,000 طلع بيهم حاجه اسمها نوت بيبل. نوت بيبل يعني اوراق دفع. طب نترجم الجمله. الراجل بيقول لي شركه اشترت او ايه كومباني دي اشترت لاند اراضي بمبلغ 100,000 جنيه دفعت 60,000 كاش والباقي نوت بيبل. نوت بيبل يعني اوراق دفع. طيب تعال نشوف الاختيارات وبعدين نشوف ايه هنجاوب ازاي. ادوني فرصه ان ادلها جواب عشان تبقى شرط. الاختيار الاولاني قال لي اللاند وكاش دعم فن. طيب لا مش هتعرفوا في الامتحان الدنيا بتيجي ازاي. ليه؟ اصل ممكن يكون واحنا بنشرح تحس ان الموضوع كبير في حين ان انت لو بصيت للاختيارات لمحتها خلاص عرفت الاجابه. ماشي؟ طيب اللاند عندي ب 100,000 وحط لي هنا في الكاش 60 وحط لي هنا 40. ده الاختيار الاولاني. الاختيار الثاني قال لي كاش ب 60 و نوت بيبل ب 40 وحط لي اللاند تحت
بمين. انا اكتفي ايه بالاختيارين دول لان الاجابه واحده فيهم. اول واحده اول واحده. طيب تعالى نفتكر والراجع. طبعا دي عباره على مش بتاعه انكريز وديكريز لان الاختيارات ما بيقولش انكريز وديكريز ولا عباره على معادله المركز المالي لان الراجل ما ادانيش اسيتس ولايبيلتيز واونرز ايكويتي. ده عباره على قيود اليوميه. قيود اليوميه. طب حضرتك قيود اليوميه الجانب اللي فوق اللي هو جانب الديبت الديبت اللي هو المدين واللي تحت اللي هو الكريدت الكريدت اللي هو الدين. طب احنا كان في عندنا قواعد واحنا بنعمل قيود اليوميه ايه هي؟ ان الاسيتس دي اللي هي الايه الاصول. قلنا الاصول لما تزيد تيجي في الجانب الديبت. الديبت ده اللي هو الايه المدين. ولما تنقص تيجي في الجانب الكريدت. الكريدت ده اللي هو الايه الدائن. واحنا بنسجل كود اليوميه دي كانت القواعد بتاعتنا. طب هل في عندي اصول في العباره؟ الراجل بيقول لك ايه كومباني بيرشيز لاند. يبقى اول حاجه عندي حصلت ان اشتريت لاند. طب اللاند دي يا فندم ايه؟ اسيتس. طب فيكسد اسيتس ولا كارنت فيكسد؟ يعني ايه فيكسد؟ يعني اصول ثابته. طب اشتريت انت كان عندك قطعه ارض واحده اشتريت قطعه ثانيه يبقى اللاند عندي بيحصل لها ايه؟ بتزيد. طيب يبقى الاسيتس لما يزيد هيجي فين؟ في الديبت. يبقى دي هتيجي ديبت. ديبت يعني فوق. طيب دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بيقول لك بيد دفع 60,000 كاش. يعني الراجل راح خد 60,000 جنيه من الخزنه. طب الكاش دي الفلوس اللي في الخزنه دي برضو تعتبر ايه؟ اسيتس. يعني ايه اسيتس؟ يعني ممتلكات الشركه. لا الفلوس اللي في الخزنه دي مش بتاعت احمد بس ولا بتاعت بسمه بس ولا لا دي بتاعت الشركه كلها. طب هنا الكاش حصل لها ايه؟ نقصت. طب الكاش لما ينقص هيجي فين؟ في الكريدت. كريدت يعني هيجي تحت. طب النوت بيبل دي بقى النوت بيبل دي اسيتس ولا لايبيلتيز؟ لايبيلتيز. يعني ايه لايبيلتيز؟ يعني التزامات وديون عليه. عارف النوت بيبل دي اللي هي ايه؟ وصل امانه. حضرتك اشتريت ثلاجه بالقسط. فهي حضرتك بتدفع مقدمه وتقسط الباقي، الباقي ده بتمضي على كمبيالات او وصولات امانه، كل ما تدفع قسط يديك الوصل، كل ما تدفع قسط يديك الوصل. يبقى النوت بيبل دي تعتبر بالنسبه لي لايبيلتيز، لايبيلتيز يعني ديون. زادت، الله ينور عليك. اللايبيلتيز عكس الاسيتس، لما تزيد تيجي في الجانب الكريدت. اتفضل يا فندم. لما تزيد تيجي في الكريدت؟ يبقى انا الاجابه بتاعتي السليمه 40,000. الاجابه بتاعتي السليمه اللاند ب 100 لانها زادت فوق في الديبت، والكاش ب 60 تحت في الكريدت لانها نقصت، والنوت بيبل برضه في الكريدت لانها لايبيلتيز وزادت. يبقى الاجابه السليمه بتاعتي تكون حرف ليه. وصلت؟ طيب واحدة كمان ونختار حد يحلها، برضه عبارة عن قيود اليومية. طيب الراجل بيقول لي في العبارة دي ايه كومباني، شركة برضه اسمها ايه كومباني. مالها يا عم الشركة ديت؟ قال لي بيرفورمد. محدش يجاوب غير اللي اسأله. بيرفورمد. سيرفيس. محدش يجاوب غير اني اساله. فور كاستمرز. بمبلغ 25,000 جنيه اون اكاونت. طيب وبدا الراجل اداني اختيارات. الاختيار الاولاني قال لي سيرفيس ريفينيو لي اكاونت بيبل. ده الاختيار الاولاني طبعا بالرقم اللي هو 25,000. الاختيار الثاني قال لي اكاونت ريسيفابل لي السيرفيس ريفينيو. طيب استاذتنا هنا على الطرف عشان ما تناميش.
حضرتك صح بيقول لحضرتك انا شايف بقالي ساعه مثلا بيقول لك ايه كومباني بيرفورمنج سيرفيس عايز منك الترجمه قدمت خدمه تمام حلو وطالب منك قيد اليوميه الله ينور عليك ليه حضرتك لان احنا قلنا ان السيرفيس دائما وابدا بتكون ريفينيو يعني ايراد وانت بتعمل القيد الريفينيو دائما وابدا يجي في الدائن تاني عن تحت هتيجي تقول لي لا ده احنا لسه في البدايه لما شرحت قلت لي الايراد هيجي فوق ده في قيد الاقفال قيد الاقفال تعكس لكن احنا لو بنعمل القيد اصلا الايراد دايما يجي فين تحت والاكسبنس دايما يجي فين فوق بالظبط كده يبقى انا زي ما قالت استاذتنا هيبقى السيرفيس ريفينيو جايه في الجانب الدائم واكاونت ريسيفابل ليه لان هو بيقول لك اون اكاونت يعني احنا قدمنا الخدمه ولسه ما قبضناش يبقى دي فلوس ايه فلوس لينا لما تكون فلوس لينا يبقى اسمها اكاونت ريسيفابل لكن امتى اقول كلمه اكاونت بيبل لما تكون فلوس علينا احنا اللي هندفع انا مش هقدم خدمه وادفع فلوسها لا هقدم الخدمه وتنتظر الايه المقابل بتاعها طيب عباره كمان لاستاذتك انا ولا ما كنتش من الملزمه ده لا من الامتحان هي معاها الحل معاها الحل اه لا لا بقيت حاجه دول هي هي ليها بقى مش لينا احنا فين الملزمه بقى طيب بيقول لحضرتك يا فندم بيقول لحضرتك كده بيقول لحضرتك كده the owner withdraw بمبلغ 10,000 جنيه كاش from the business طيب الراجل بيقول لك ذا كوريكت انتري عايز منك قيد اليوميه الاختيار الاولاني قال لك كاش ب 10,000 و ويزدرو ب 10,000 الاختيار الثاني قال لك الويزدرو ب 10,000 والكاش ب 10,000 الاختيار الثالث قال لك اكسبنسز ب 10,000 وكاش ب 10,000 ترجمينا ورينا الاختيار هو اخذ مسحوبات من البنك ب 10,000 جنيه بنك ايه؟ من الكاش يعني اخذ مسحوبات كاش ب 10,000 جنيه يعني في صاحب الشركه مسحوبات شخصيه يعني ايه مسحوبات شخصيه دي؟ يعني الراجل صاحب الشركه اخذ 10,000 جنيه يجيب هديه الفالنتاين لمراته يا فندم مش عشان حاجه تتفضل مع مراتك تاخد من فلوس الخزنه يعني الشركه لا تدفع من جيبك تمام طيب يبقى دي لازم نقول عليها ايه ويزدرو يعني مسحوبات شخصيه انهي اختيار بقى السليم بي الله ينور عليك ليه يا فندم لان احنا قلنا دايما الويزدرو دائما وابدا تيجي فوق الويزدرو اول ما تلاقي كلمه ويزدرو او بيبقى اسمها دروينج المهم فيها كلمه درو دائما وابدا تيجي في الجانب الديبت الديبت ده اللي هو المدين او اللي فوق لو سحب كاش يبقى الى الكاش لو سحب بنك يبقى الى حساب الايه البنك طيب ناخد حد كده مين اساتذتنا واستاذتنا اه نعم حاضر دي واحده قايمه الدخل ولا واحده تسويق بس في لا تسويق ادي بصمه تسويق انا عايزه من بتاع الاهلاكات يا دكتور حاضر يا فندم كل طيب استاذه دي طريقه سهله ليك ماشي يا فندم بيقول لحضرتك بص يا فندم بيقول لي بيقول لحضرتك كده ايه كومباني بيد 36,000 جنيه in advance
for 1 year. Insurance policy. نسمع شباب. بيقول لك the correct entry. عايز منك القيد. نسمع شباب. نسمع شباب. دي مش علينا. ايه اول مره اسمع. يا رب. لا ادفانس مش علينا. انشورنس يعني ادفانس يعني مقدمه. طيب نسمع كده. طيب بص كده يا سيدي. الراجل بيقول لي ايه؟ بيقول لي انجان 2016 ما علينا. اي بي سي كومباني. هكتب لك التمرين واديني فرصه انا اللي احلها. ده عن الهلال. اي بي سي كومباني. برشيز اشتري equipment اول حاجة بيقول لك ايه cash price يعني سعرها النقدي 25,000 sales tax 2,000 جنيه ضريبة مبيعات انشورانس ب 1600 وانستليشن كوست ب 2400 ركز قال لك اليوسفل لايف 10 سنين بس الاستيشن ده هقول لك طيب هقول لك حاجه نسمع شباب طيب بص يا فندم نسمع بقى الراجل بيسالني بيقول لي فين السلفاش ده؟ مفيش سلفاش نسمع بقى يا شباب نسمع بقى ايوه والله نسمع بقى بص يا سيد الراجل في اول مطلوب نسمع يا شباب الراجل في اول مطلوب عايز منك الكوست اوف ايكويبمنت يعني ايه الكوست اوف ايكويبمنت؟ يعني تكلفه الالات بص يا فندم حضرتك وانت بتحسب تكلفة الآلات مثلا نزلت اشتريت ثلاجة من شارع عبد العزيز ب 5000 جنيه وانا ساكن في اكتوبر مش هشيلها على كتفي هضطر انقلها فالنقل قال لك هاخد 300 جنيه وانا ما اعرفش اشغل الثلاجة فجبت راجل كهربائي ركبها لي فقال لي هاخد 100 جنيه يبقى انا كده الثلاجة دي وقفت عليا بكام؟ ب 5400 يبقى انا عملت ايه؟ جمعت السعر زائد مصاريف النقل زائد مصاريف الايه؟ التأجير. طيب يبقى انا لما احب اجيب تكلفة الآلات بنعمل ايه؟ بناخد سعر النص. لا زائد جميع المصاريف التي تنفق مرة واحدة فقط. نسمع الحتة دي. فاهم. بص كده. بناخد سعر القص زائد جميع المصاريف التي تنفق ايه؟ مرة واحدة فقط. يعني حضرتك مثلا
عندك بيت ثلاث ادوار، عندك بيت ثلاث ادوار، بنيت دور رابع بمليون جنيه، بنيته بمليون جنيه بس، يبقى كده سعر العماره زاد ولا ما زادش؟ زاد. طب لو اللمبه اللي في الدور الثاني اللي على السلم اتحرقت فغيرتها وجبت لمبه بخمسة جنيه، سعر العماره يزيد؟ يبقى ايه؟ يبقى في مصاريف تزود من سعر الحاجه وفي مصاريف بتحافظ على الحاجه ان هي تفضل شغاله بس. الله ينور عليك. يبقى احنا بنجمع المصاريف اللي تدفع مره واحده وتزود من ثمن الاصل. اول حاجه هو بيقول لك ان السعر بتاع الالات ده اللي هو الكاش برايس 25000، يبقى اول حاجه كده معانا سعرها 25000. طيب السيلز تاكس، سيلز تاكس دي اللي هي ضريبه المبيعات، حاجه لما تروح تشتري اي حاجه تلاقيه كاتب لك تحت كده في البون او في الريسيت ضريبه مبيعات 14% او ضريبه قيمه مضافه 10%. ايوه هو انت كل يوم هتدفع الضريبه ديت ولا هتدفعها مره واحده بس وانت بتشتري؟ مره واحده بس. يبقى ضريبه المبيعات دي معانا ب 2000 جنيه. طيب انشورانس، انشورانس ده اللي هو الايه؟ تامين. انت بتامن على العربيه بتاعتك. هو التامين مثلا لو حابب تعمل تامين على العربيه بيدفع مره واحده في العمر ولا اجباري مع كل تجديد للرخصه لازم تعمل تامين؟ لازم. يبقى التامين ده حاجه ايه؟ متكرره. يبقى التامين ده ما ناخدوش معانا. مش مصاريف؟ لا، بس مصاريف ايه؟ متكرره، ما بتزودش من ثمن الاصل، يبقى مصروف جاي. يبقى الانشورنس ده يعتبر مصروف ايه؟ متكرر. يعني ايه متكرر؟ مش هتدفع مره واحده بس. زي مثلا ايه؟ مينتنانس. مينتنانس اللي هي الصيانه. حضرتك مثلا كل صيف تتصل بتوع التكييف، يا جماعه عايز اعمل صيانه التكييف، هو انت هتعمل صيانه مره واحده في العمر ولا كل سنه؟ كل سنه، ما ده مش معانا. طيب انستليشن، انستليشن يعني مصاريف تركيب، هو انت كل يوم هتركب القلم؟ هي هتركب مره واحده بس، يبقى مصاريف التركيب معانا. اسالي يا فندم. كنت اقول لك الكلمات بقى اللي ناخدها اللي ما بتتاخدش عشان احنا كده ممكن الكلمه تيجي مجروش عندي ترجمتها. حاضر. بص كده بس يعني ايه؟ اصل هو كلمات كتير بس انا هقول لك الثلاثه الشائعين. الثلاثه الشائعين ثلاث كلمات يهملوا، ثلاث كلمات يهملوا. اول حاجه الانشورانس. في تمرين نشوفه وما نحطهوش اصلا. في التمرين اللي هو زي ده انشورانس ده يهمل. كمان المينتنانس، يبقى ده كده تامين. مينتنانس maintenance يعني صيانة. كمان جازولين، جاز الوقود والبنزين. يبقى دول ثلاث كلمات لما تشوفهم وانت بتحسب الكوست يهملوا، مش عايزينهم، يعني دي اسمها مصاريف جلد. اتفضلي. سيلز تاكس يعني ضريبه المبيعات، حتى لو تروح تشتري حاجه وبيبقى عليها ضريبه. يعني مثلا ايه؟ انت رحت اشتريتي حاجه وقلت لهم عايزه فاتوره ضريبيه. فمثلا بدل ما هي ب 10000 هتبقى ب 11000، ليه يا عم؟ هو زود لي الضريبه، بس هل انت كل يوم هتدفعي الضريبه دي ولا هتدفع مره واحده بس؟ مره واحده. طيب يبقى انا كده تكلفه الالات عندي ب 29400. بص هو الراجل عايز مني accumulated depreciation في سنة 2018، ادي 2016، ادي 2017، ادي 2018. 2018 دي السنة كام؟ فتاخد الرقم اللي طلع معاك اللي هو ال 2940 ده وريح دماغك واضربه في ايه؟ في 3. ليه ضربته في 3؟ لأن 2018 السنة الايه؟ الثالثة. طب لو بيسال على 2019 يبقى اضرب في 4، لو بيسال على 2020 اضرب في 5، حسب السنه دي واخده الترتيب رقم كام في العدد في الترتيب. يعني بيجيب فيها اكتر من سؤال، لان كان في ثلاث اسئله مثلا زي دي. بيجيب بس مثلا هل كنا في اول واحد مالوش في علاقه بالشهور، يعني هيجيب مثلا في نص السنه؟ لا، ما هو ده ممكن بس نادرة يعني. طب ما هجيبها في نص السنه، مش هنحسبها برضه في نص السنه؟ واحد يعني من الناس دي. هو الكوست اللي الهلاك ثابت سنه، ما عنديش مشكله، بس السنه الاولى مش هيبقى بسنه، يعني مثلا لو هو اشترى في واحد سنه. اذا بست شهور؟ نقسم، يعني حضرتك تقصد ان احنا نقسم ستة على 12.
في ستة على المجموعة. يعني انا طلع الاهلاك معايا هو 2140 ده اهلاك ايه سنة كاملة. طب هو ما اشتراهاش السنة في الأول السنة. يبقى بعد ما يطلع الرقم ده اسمع واحد واحد اضربه فيه 6 على 12 ده ايه ده امتى لو قال لك هي بنزيد بقى اسمعوا اسئله ببعض اسمعوا اسئله ببعض هو اسمع مش هيحصل يا باسم مش هيحصل مش هيحصل انا شاطر بلاش لو مش هيحصل طيب عشان ريحي دماغك هو دايما سلام دكتور مش بيشبك طب لا عندنا مش عليك ايوه ما هو الاهلاك ده السنه الاولى زي السنه الثالثه زي السنه العاشره كلهم تحت بعض نفس بعض زي نفس الرقم مجمع الاهلاك باخد الرقم اضربه في عدد السنوات اللي هو عايزها هو مديني في التمرين ان هو اشتراه في 2016 بص يا فندم احنا اشترينا الاله دي على كام سنه 10 سنين اسمع بقى اسمع يا شباب ادي السنوات تسمع يا شباب 2016 2017 2018 19 20 21 22 23 24 25 ادي مثلا العشر سنوات بتوعي انت في الامتحان مش لازم تعملي كل الكلام ده بس انا بنفهم اهو احنا طلع هو بيديك اشترى سنه كام الاهلاك عندي كام 2940 يبقى السنه الاولى ب 2940 طب السنه الثانيه 2940 طب السنه الثالثه 2940 السنه الرابعه 2940 ده اسمه الاهلاك اللي هو ديبريشيشن يبقى الاهلاك في اي سنه هو نفس الرقم مش كده طب لو بقى بيسالني على مجمع الاهلاك اللي هو اسمه اكيوميليتد بيسالني بقى على المجمع بيسالني على مجمع الاهلاك وقال لك مجمع الاهلاك في سنه 2018 2018 دي السنه رقم كام يبقى اخد الرقم اضربه في 3 هتقولي اخد الرقم ده ولا ده ولا ده ما كلهم واحد يبقى لو بيسال على الاهلاك اهلاك بس اللي هو اسمه ديبريشيشن السنه الاولى زي الثانيه زي الثالثه زي الرابعه زي العاشره مش هختلف لكن لو بيسالني على اكيوميليتد مجمع يبقى اخد الرقم اضربه في السنه اللي هو عايزها وصلت مين ده كان عنده سؤال طب الحمد لله ماشي طيب عايزين عليها سؤال تاني حاضر عايزين السؤال ده ونحلو احنا بايدينا ومعرفته الكام لما نشوف السؤال ده حلو قوي طيب جايب عليها سؤال رابع نسمع كده بص يا فندم طالبه مننا سؤال رابع عايزه مننا حاجه اسمها البوك فاليو بوك فاليو عايزه البوك فاليو دي في 2018 يعني ايه البوك فاليو بوك فاليو يعني سعر الالات في السنه دي سعر الالات في السنه دي اتفضل نقسم منه الاهلاكات اللي مجمع الاهلاك يعني هي معادله بمنتهى البساطه البوك فاليو دي هتساوي ايه الكوست الكوست دي احنا حسبناها قبل كده ب 29400 ناقص مجمع الاهلاك اللي هو اللي اسمه الاكيوميليتد لحد سنه 2018
مجمع العلاج ده احنا لسه حاسبينه من شويه، حسبناه ازاي؟ لما خدنا الرقم ده وضربناه في كام؟ في 3. فطلع كام ساعتها؟ 8000 وكام؟ 8820. يبقى تلاحظ في حاجه حلوه قوي في التمرين ده، في حاجه جميله جدا في التمرين ده، ان بص التمرين ده بيجي بنفس الترتيب ده، بتطلب عليه اربع مطالب، بتطلب عليه اربع مطالب. اول مطلوب تسالك على الكوستنت، ما عندناش مشكله. تاني مطلوب تسالك على الديبريشيشن اللي هو الاهلاك، هتعمل القانون. تالت مطلوب تسالك على الاكيوميليتد في سنه كذا. ولو حضرتك تلاحظ رابع مطلوب، لو تلاحظ انه بيبقى البوك فاليو في نفس السنه، نفس السنه بتاعت المجمع. يعني المطلوب الرابع معتمد على المطلوب رقم واحد والمطلوب رقم ثلاثه. بوك فاليو يعني سعر الالات في السنه دي، او قيمه الالات في السنه دي. يعني المطلوب الرابع، بص لو عايز تحفظها كده على ضمانتك، المطلوب الرابع في التمرين ده عباره واحد ناقص عباره ثلاثه، عبارة واحد ناقص عبارة ثلاثة، اللي هي الكوست ناقص مجمع الإيلات، لأن هي لما بتطلبهم بتطلبهم في نفس السنة. ماشي؟ ساعتك كام دلوقتي؟ ربع. اثنين وربع. ثلاثة. مجمع. بالظبط. طب أديك واحدة تانية عليها؟ ماشي. خليك قوي. جسم. خليها بالسنوات برضه، عشان هي بالسنوات اللي فيها الشغل. انا ما بجيش بالاسم. بص كده يا فندم. بص كده. الراجل بيقول لي اكس كومباني بيرشيز. ايكوال من ب 25000 ان الاستيليشن ب 5000 and insurance بألفين. نسمع يا شباب. قال لك and سي دكتور في سؤالين كان لسه على نفس المثال ده. باش ما اعتقدش كان في تاني. كان في 32 33 بس دول اسئله وصلت. مش على نفس التمرين. and سيل باش نسمع كده. and سيل باش على نفس التمرين. ب 5000 انستليشن تركيب مصاريف تركيب فور او اليوسفل لايف 5 years. طيب ومطلوب منك اربع مطالب. اول مطلوب عايزين منك البوست، ثاني مطلوب عايزين منك الديبريشيشن، تالت مطلوب عايزين منك الاكيوميليتد ديبريشيشن مثلا في سنه 2017، وعايزين منك البوك فاليو في 2017، واكس كومباني دي بيشيلد في 2016. اسمع يا شباب، بص بقى يا فندم، الراجل بيقول لي ايه؟ اكس كومباني بيرشيز اشترت في 2016 معدات ب 25000 ماشي، اند بي دي اتدفعت، انستليشن يعني مصاريف تركيب، احنا مش كل يوم هنركب الاله دي، الاله دي هتركب مره واحده بس وبعدين تشتغل، يبقى دي ناخدها معانا. وانشورنس، انشورنس يعني تامين، ما انت بتعمل تامين لمده 6 شهور، يخلص العقد هنعمل عقد تاني، يخلص تجدد او ما تجددش بقى براحتك، بس التامين حاجه ممكن ايه؟ تتكرر. يبقى التامين ده مش معانا. يبقى انا عشان اجاوب اول مطلوب اللي هو اجيب الكوست
هتاخد سعر الآلة نفسها زائد 35 زائد الانستوليشن 5000 هتبقى 30 يبقى كده التكلفة عندي 30000 ده كده أول مطلوب ده في مشكلة؟ ده في أي صعوبة؟ 25 طيب زاد 50 ده ال5000 دي اسمها سيل باز سيل باز يعني سعر 100 على خمس سنين احنا بنجمع اللي هيدفع بس طيب. على خمس سنين السؤال الثاني او المطلوب الثاني عايزه منك ايه ديبريشيشن هتبقى 5000 جنيه يبقى فلوس الديبريشيشن اللي هو الاهلاك دينا فرصه ليش هنا انت هتستعمل قانون البسط والمقام ليه بسط ومقام لان قال لك في ايه 5 years 5 سنين طيب عشان نحسب الاهلاك قانوننا بيقول كوست ناقص السيل على اليرز تعال نعوض الكوست ب 30000 والسيل فاش مديهالك ب 5000 واليوسف اللايف 5 سنين يبقى انت بتقول التكلفة ناقص السيل على عدد السنين يبقى هيطلع معاك الديبريشيشن ب 5000 جنيه دي تاني خطوة فيها مشكلة؟ طب احنا لو احنا بنعمل كروكي كده احنا شارين الالات دي في 2016 هتقعد معانا 5 سنين يبقى من اول 2016 و17 و18 و19 و20 كده الاهلاك بتاع كل سنه كل سنه اهلاكها بكام ب 5000 الاهلاك ثابت احنا بنتبع طريقه الكوست الثابت الكوست الثابت دي اسمها ستريت لاين يبقى الاهلاك اللي احنا حسبناه ده لو بيقول لك اهلاك سنه 2016 تقول له 5000 قال لك اهلاك سنه 2019 5000 ما هو الاهلاك ايه ما بيغيرش انا شاريها في 2016 قال لك عليه في 2016 ايه بنتكلم عن الشنه عموما الشنه شاريها في 2016 المفروض احسب اول سنه طبعا لا لا ما تشتريها في 1/1 اشتريها في اول السنه يعني والسنه اللي انت اشتريت فيها احسب لها ايه لا خالص حتى لو في اخر يوم في السنه احسب لها ايه لا. دي طريقه الكوست سيف اسمع بقى دي كده بالنسبه لي السنه الاولى دي الثانيه ودي الثالثه ودي الرابعه ودي الخامسه طب المطلوب اللي بعد كده بيقول لك accumulated يعني مجمع الاهلاك بص دي كان اسمها depreciation بس دي اسمها accumulated depreciation مجمع الاهلاك طب عايز مني مجمع الاهلاك امتى في 2017 عندك حل من حلين يا تجمع السنتين دول على بعض يا تاخد الخمسه تضربها في 2 ليه ضربتها في 2 لان 2017 السنه رقم 2 مش بمزاج يعني ممكن اضرب في 3 او 4 حسب السنه اللي هو ايه عاوزها يبقى انا كده مجمع الاهلاك هيطلع معاك ب 10000 جنيه بص بقى المطلوب الرابع دائما وابدا هتلاقيه مرتبط بالمطلوب رقم 3 يعني هو عايز منك البوك فاليو برضه في 2017 خليك فاكر مطلوب 4 ده خطوه 1 ناقص خطوه 3 خطوه 1 ناقص خطوه 3 يعني البوست ناقص الاكيوميليتد ديبريشيشن 10000 هو عايز منك اكيوميليتد ديبريشيشن يعني مجمع ليه الاهلاك فعلي سنه 2017 دي الترتيب رقم كام يبقى اخد 5000 جنيه يا اما جمعت 5 و5 ماشي ولا يا اما 5 ولا يا اما 5 ماشي كده طيب عايز مني بقى البوك فاليو البوك فاليو اللي هي سعر الالات عايزها في انهي سنه يبقى تاخد الخطوه الاولى اللي هي كانت طالعه معانا ب 30000 ناقص الاكيوميليتد بتاع 2017 10000 يبقى 30 ناقص 10 يتفضل 20000 عادي يبقى هتقول